المواطنين اللي بغيت يتبرعوا بالدم ديالهم خصهم يعرفوا بانه راه التبرع بالدم هو مبني على مجموعه ديال الشروط. هاد الشروط هذه كلها هي كتصب على اساس انه واش المتبرع بصحه جيده ولا ماشي بصحه جيده. اول شرط اللي تنبغي نقول هو عامل السن، يعني السن خصو يكون من 18 سنه حتى ل 60 سنه، ويقدر يمشي حتى ل 65 سنه الا كان متبرع منتظم. متبرع منتظم هو كل متبرع اللي كيعطي على الاقل جوج نوبات في العام. الشرط الثاني هو الوزن، الوزن ديال الانسان خصو يكون فايت 50 كيلو، لانه الحجم ديال الدم اللي عندنا في الجسم هو راهين بالكتله ديال الجسم ديالنا. الشرط الثالث واللي هو مهم هو المتبرع ما خصوش يكون حامل امراض مزمنه، يعني الناس اللي عندهم الامراض المزمنه ولا فتره ديال العلاج هما راه معفيين من التبرع بالدم. هاد ثلاثه الشروط الى المتبرع احترمها راه تتكون عنده فرصه كبيره باش في الفحص الطبي اللي هضرنا عليه قبيله اللي هو تيكون مناسبه لتقييم الحاله الصحيه ديالو، كتكون عنده فرص كبيره باش يقدر يتقبل وباش يقدر يدير هذا الاجر. هذا التبرع بالدم هو تيمر على مجموعه ديال المراحل، اهم مرحله هي المرحله ديال الفحص الطبي، يعني ماشي اي واحد يقدر يتبرع بالدم. باش نتبرعوا بالدم خص تكون عندنا واحد المؤهلات اللي هي صحيه، يعني المتبرع خصو يكون بصحه جيده. دونك الطبيب هو اللي تيكون اهل باش يقول واش هذا المتبرع يقدر يتبرع ولا ما يقدرش يتبرع. بعد الموافقه ديال الطبيب بيان سور كتجي العمليه ديال اخذ الدم. الا كان الجسم ديال الانسان فيه 5 لتر ديال الدم، حنا تناخذوا 400 مللتر، يعني ما قيمه 7% حتى 8% ديال الدم اللي عندنا في الجسم اللي ما كتشكل حتى شي خطر. تنقول وتنسطر عليها لانه شحال من واحد تيقول لك انا غنتبرع بالدم تنخاف لي ينقص لي الدم، لا هذا خطا. بالعكس هذيك الكميه اللي كنتبرعوا بها ما كتشكل حتى شي خطر على الجسم، بل بالعكس كتشكل واحد هي كتكون واحد المناسبة باش الجسم كيعاود يجدد الخلايا ديال الدم من كريات حمراء وصفائح دموية وكريات بيضاء. دونك بعد المرحلة ديال الفحص الطبي كتكون عملية ديال أخذ الدم، والعملية ديال أخذ الدم كي قلت لك هي تدوز في ظروف اللي هي تتكون مأطرة بطاقم اللي هو خاص من الممرضين اللي عندهم تجربة وعندهم أكفاء. وهاد العملية ديال أخذ الدم هي عملية صحية ما فيهاش علاش نقول لك عملية صحية؟ لأنه شحال من المتبرع ما تيبغيش يتبرع بالدم، تيقول لك أودي غنمشي نتبرع بالدم يدوزوا لي شي ميكروب ولا يدوزوا لي شي فيروس ولا هذا. بالعكس دابا تشوفوا الأكياس اللي كنستعملوا هي أكياس معقمة وأحادية الاستعمال، يعني ما يمكنش نستعملوها لجوج المتبرعين. دونك السلامة ديال المتبرع كتكون على عاتق علينا قبل من السلامة ديال السيد ولا السيدة اللي بغات تاخذ الدم. دونك تنبغي نقول للمواطنين بأنه العملية ديال التبرع بالدم راه هي عملية سهلة، عملية بسيطة، عملية تتم في ظروف اللي هي صحية وكتحترم المعايير الدولية ديال السلامة ديال المتبرع، وهي عملية اللي نقدروا نقولوا بأنها صدقة جارية، لأنه بكل بساطة كتعتق بها واحد الإنسان، واحد المريض اللي حياته واقفة على هذاك الكيس ديال الدم. من بعد ما المتبرع تيتم العملية ديال التبرع بالدم ديالو كيمشي كياخذ واحد الوجبه اكل خفيفه اللي كتكون مناسبه باش كيرتاح من بعد العمليه ديال التبرع بالدم، ومناسبه باش ياخذ شويه ديال السوائل وكيطلع النسبه ديال السكر ديالو في الجسم. وهاد المرحله هذه مهمه جدا. علاش؟ لانه كتكون هي المرحله اللي تابعه مباشره التبرع بالدم. دايوغ تنقولوا الناس اللي كيتبرعوا بالدم ما خصهمش يديروا واحد المجهود عضلي من بعد العمليه ديال التبرع بالدم واحد 24 ساعه. تنقول مجهود عضلي ماشي هي الحركات اليوميه العاديه ديالنا، مي مجهود عضلي هي حركات رياضيه ولا الانسان يمشي للحمام، يعني اي حاجه اللي فيها واحد الاستعمال ديال الكريات حمراء، لانه الجسم يلاه تبرع بالدم دونك نخليوه يرتاح باش يعوض لينا هذاك الدم اللي تبرع به. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.